حنا كوداد ما عمر عمر مدرب وطني كيعطينا. نكونوا واقعيين، حنا ماشي كنطيحوا من المدربين الوطنيين، مدرب مغاربه في مستوى عالي، ولكن الوداد الوداد كيخصنا اوروبي. حنا من زمان حنا كنعرفوا الاوروبيين، الوداد عشنا لابارماريس اللي دوزنا مع الوداد، دوزنا بمدربين الاجانب مستوى عالي جي اللي غيعطي يدير البليس في الفرقه، لان اللعابه راه هاويين، اللعابه ما عارفين حتى حاجه. ملي كيجي اللاعب الاوروبي كيدير البليس في الوداد، الوداد راه كبيره خصها مدرب كبير. المدربين راه طلع مدربين راه كبار، راه منهم هالي لوزي جي اخويا حط فلوس، طلب فلوس عطيه، علاش غتجيب لنا مدربين اجنبيين؟ ما سمعتش باقي يجيبوا مدرب فرنسي في فرنسا، وين راه ما عمرش مدرب فرنسي دا معنا شي القاب ولا الكره الاسبانيه راه كاينه، راه عطى الله للمدربين اسبان، راه جبد الفلوس جبد الفلوس جبد الفلوس غادي تفرج. المدرب خص يكون مدرسه الفرنسيه، يشوفوا شي مدرب يكون في المستوى ديال فريق الوداد البيضاوي. كيقول لك مدرب عراقي، راه الكره الاسيويه ماشي هي الكره الافريقيه، صعيب باش تجيب مدرب اسيوي ويلعب في يلعب يترين فريق في افريقيا. كنتمناو يجي مدرب فرنسي يكون في المستوى. كاين مدربين كبار خاصنا خاصه كما كيقولوا بولو يكون بغى يجيب الستاف ديالو، نشوفوا كيفاش ديروا معاه، نحلوا القضيه ديال الستاف وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله من القدام ان شاء الله. مدرب ان شاء الله بغينا يكون اما عموته ولا دي صابر مزيانين هادو ولا طوشاك، تا هما يدوزوا مواسم زوينه مع فرق الوداد. بغينا شي مدرب يجي يدوم مستوى ويبقى عاوتاني يبقاو ديما تشوفوا هاد الكريشه بحال هكا، نجيو نخسروا فلوس نحيو وقتنا كيكون عامر، كنجيو زعما نساندوا الفريق ساعه كنجيو كنضيعوا وقتنا بحال هكا باش نشوفوا هاد المباراه الكريشيه. كاين نبيل معلول مدرب تونسي وخليه معاه، نتمناه غادي يكون بحال هذيك المدرسه التونسيه غتعاود الدار. وكاين توشاك اللي عارف الفرقه، بالنسبه لي انا هاد جوج مدربين هما الامثل لقياده فريق الوداد البيضاوي.